من أبرز المهام اللي طلعت بها الوزارة في الحكومة الجديدة ملفين أساسيين، هما ملفين جديدين. أولاً ملف اللي يتعلق بفك الاختناقات المرورية في بغداد، مدينة بغداد بالذات، والملف الآخر يتعلق بالمدن الجديدة وتهيئة كل المتطلبات لإنشاء هذه المدن أو البدء بإنشاء هذه المدن. الحكومة مستمرة بتوزيع الأراضي، ما متوقفة، لكن المشكلة عندنا في بعض المدن خاصة بغداد، كركوك، الموصل، البصرة إلى حد ما، هذول بها شوية شحة في الأراضي المهيئة للتوزيع، وهذه قريبا راح تنتهي بمبادرات راح تسمعها. الفئات المستهدفة عندنا شرائح بنسب مختلفة، وهذه الشرائح في بعض المحافظات تختلف عن الأخرى، لكن بشكل عام تشمل جميع فئات الشعب العراقي، سواء من العوائل الشهداء أو القوى الأمنية أو الجرحى أو الموظفين، الدوائر المختلفة، وحتى الكسبة أيضا من غير المعينين في دوائر الدولة.